صراع من جديد، تمام. الأهلي وشباب بلوزداد أو شباب بلوزداد والنادي الأهلي. كنا متوقعين إن إحنا هنشوف مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين، ولكن موقف الفريقين بيقول كده. الفرقتين مجوش النهاردة، مباراة مملة، وكان نفسنا إن النادي الأهلي النهاردة يعوضنا عن اللي حصل في بطولة أفريقيا من منتخب مصر. وبصراحة الواحد الفترة اللي فاتت دي أنا ما طلعتش عشان كان محبط وكان زعلان وكنت متضايق، مش من حال الكرة المصرية، كنت متضايق من اللي ماسكين الكرة المصرية اللي هم وصلونا لكده. انما احنا لو كان عندنا شوية ضمير بخمسة جنيه والله كنا لعبنا نهائي، مش هقول لك ناخدها بس كنا لعبنا نهائي. فقلنا النهاردة يعني انا من الصبح بقول ان النادي الاهلي النهاردة هيعوضنا وهيرجع البسمة تاني والفرحة تاني والثقة تاني والأداء والمكسب والمنافسة، وإن هو يكسب النهاردة يعدي ويبقى خلاص كده ملوش دعوة باللي تحت خالص، والدنيا كانت هتبقى زي الفل. ولكن كولر بصراحة صدمنا النهاردة، بيلعب بطريقة انت بتدافع ليه؟ انت بتلعبش سان داونز ولا بتلعب ريال مدريد ولا بتدافع في وسط الملعب وما بتهاجمش، وبعدين حسين الشحات انت شايفه من الاول مش في حالته، ولا مودست ده اللي انت مقتنع فيه والناس تقول لك مودست رجع تاني، مودست جاب جون في سموحه، لا ده جونين، لا 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 اوعى القطر يا عم الحاج، ده طلع اقسم بجلاله الله عربيه منتهيه الصلاحيه. عارف انت العربيه النقل اللي هي بتاعت زمان دي اللي هي كانت يعني ما بتعملش حاجه غير ان تقع في الترعه، هي مودست. وبعد كده كمان الناحيه التانيه كان طاهر محمد طاهر حدث ولا حرك ولا بص صح، نص الملعب طبعا كله بيجري ورا الكوره. حسينا بالمباراه بس لما قفشه نزل بجد. لو انت كنت عايز تكسب يا كولر كنت لازم من بدايه الشوط الثاني، وانت شايف فرقه اقسم بالله ما بتخوف، يعني شباب بلوزداد ده فرقه عاديه جدا والله العظيم، سيراميكا كليوباترا فيوتشر اقوى منهم، والله اقوى منهم، وبيلعبوا كره عنهم وكانوا عاملين خطوره عليك اكتر من الفرقه بتاعت النهارده، انت اللي كنت تديهم الكره عشان يعملوا عليك الخطوره. ولكن شوط ممل للشوط الاولاني، مفيش هجمه هنا مفيش هجمه هنا مفيش فرصه هنا مفيش فرصه هنا، واحنا قاعدين مكبوتين وعايزين نخرج من الكبت ده بعد البطوله الافريقيه اللي فاتت بسبب منتخب مصر وفيتوريا واتحاد الكوره. ولكن كولر يصدمنا النهارده، يصدمنا صدمه، ايه ده؟ ده النادي الاهلي يا جدعان، ده النادي الاهلي. طب انت اول 50 يوم ما لعبش كوره يعني اول ازاي؟ يعني اول بالصدفه يعني ولا ايه؟ انت شفت ماشي يا عم الشوط الاولاني انت الجماهير وجس النبض ولازم تمتص حماس اللعيبه وحماس الجماهير والكلام ده، طب الشوط الثاني انت فين؟ والله العظيم لو عملت التغييرات دي من اول الشوط الثاني والله تكسب وتكسب مستريح، يعني شويه بتوع قفشه اللي هو لعبهم دولت، لا قفشه معلم، قفشه لعيب كبير، ما تقوليش بقى لا فلان ولا علان ولا الهكس ولا التعويص ولا اللي عمالين يترسموا في الملعب ويقعوا كل شويه وايه وايه وايه، انسوا بقى الكلام ده، خليك في الايجابيه، خليك في الراجل اللي هو بيوديك للجون، ده عمل واحده لكريم فؤاد حطها، لو حطها بين التلات خشبات جون، ونازل كام دقيقه؟ نازل في الدقيقه 79 يا جدعان، انت كنت نايم يا جد كولر ولا ايه؟ يعني عندك لعيب زي قفشه ده وانت شايف فرقه اصلا ماسكه عليه الكوره وهم والله العظيم فرقة عادية وأقل من العادية، وأنت خايف ليه؟ أنت مرعوب ليه؟ يعني أنت النهاردة فرصتك تكسب وتريح الدنيا، الماتشين اللي جايين مالهمش أنا من وجهة نظري، بونت واحد ولا بتكسب ماتش خلاص الدنيا، أنت أول وأنت حاطط رجل على رجل. بس ماتش النهاردة ده كان هو يعني ال 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 النجاة ان انت تعدي وتريح دماغك وخلاص بقى، وتفكر بعد كده بقى مش في افريقيا، يعني الماتشين اللي جايين في افريقيا ما تفكرش فيهم قد ما تفكر بقى في الدوري وكاس مصر اللي جاي، وتركز شوية في الحاجات اللي بره، انما كده انت لسه برضو تحت ضغط. ما خسرتش بس لا لازم تكسب، لان مش هي الفرقة البعبع، مش هي الفرقة اللي هي تخوف، واخد بالك؟ فعلى العموم يعني عايز اقول له، مش انا اللي بقول له، ده مصر كلها قالت له،
تغييرات ليه في الدقيقة 79 75 يا عم؟ ما عملتش ليه من الأول؟ لو أنت عايز تكسب أنت مش راح تكسب، أنت لو راح تكسب والله العظيم لا لا هتكسب، وهتكسب مكسب كويس ومستريح، وهتعمل ماتش عالمي، لأن الأجواء كويسة، الملعب زي ما أنت بتلعب هنا بتغرقه هم مغرقينه، الجو حلو، الإضاءة حلو، يعني ما فيش حاجة مثلا تعوقك إن أنت الحكم زي الفل، واخد بالك؟ ما فيش حاجة تعوقك مثلا عشان نقول الماتش اللي جاي بقى هو اللي صعب، خلي بالك يعني الماتش اللي جاي ده بتاع مديامة ده صعب جدا عن ماتش النهارده، وده بقى هتلاقي الجو، وهتلاقي ممكن تحكيم، وهتلاقي التحامات قوية جدا، لأن اللعب الأفريقي دلوقتي بيعتمد على الالتحامات القوية واللياقة القوة البدنية. والسرعة. السلام عليكم، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا قهوة الخواجة. دايما بنقول بتشجع كورة ولا بتشجع نادي؟ أكيد بتشجع كورة. ضيفنا النهارده الكابتن رضا عبد العال، بيقول إن النادي الأهلي فيه خطر. النادي الأهلي النهارده مش رايح يكسب، هو رايح يتعادل. ليه يا كابتن رضا؟ هو النادي الأهلي بقاله 50 يوم ما اتجمعوش، آخر مباراة رسمية لعبها النادي الأهلي كانت نهائي كأس السوبر اللي كان في الإمارات مع فيوتشر. المباراة دي كانت آخر تجمع للنادي الأهلي، فالنادي الأهلي بقاله كتير ما اتجمعش، واللعيبة جاية من منتخبات وعنده إصابات كتير، فهو قال لك نقطة. مارسيل كولر قعد مع نفسه وقال لك خير الأمور الوسط، أنا هخرج بنقطة. أنا مش بعد كل ده أبدأ الموضوع بهزيمة، وتعامل على هذا الأساس، فما كانش بياخد الريسك. ما زي ما أنت قلت ما حسيناش بخطورة النادي الأهلي، كان في واحدة لحسين الشحات في الأول، طاهر محمد طاهر بعيد، أنطوني بوتس بعيد، إمام عاشور النهارده كمان كان بعيد، لكن الاهلي فاز بالنقطه، والاهلي ما زال على اول المجموعه، ومباراه ميديما اللي جايه هتبقى مباراه صعبه، لكن لكل حدث الحديث. واسمع رايك في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه حبيبي خواجه.